أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هو الرد على من يحتج من الصوفية بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، حيث يحتجون بهذه الآية على وجود عالم الأرواح وأنها تحضر الموالد؟ تحضر إيش؟ الموالد. الموالد من اللي حط الموالد؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الله شرع الموالد، أو أنها ابتدعها هؤلاء الضلال؟ الموالد هذه محدثة، ما لها أصل في الإسلام ولا وجود في الأدلة، وإنما هي بدعة محدثة وضلالة، فكيف يحضرها الأموات كما يقولون، أو الرسول يحضر ويقومون له إذا جاء بزعمهم؟ هذا كله كلام باطل، يريدون أنهم يروجون هذه البدع بهذه الأكاذيب، وهذا من الخذلان والعياذ بالله، أن الله شغلهم بالباطل عن الحق. لو بحثوا عن السنة وعملوا بالسنة لوفقهم الله جل وعلا، ولكنهم مالوا إلى الباطل، فالله عاقبهم والعياذ بالله، شغلهم بالبدع وترويجها. شوفوا الفرق بين من ينشر السنن ويحييها، والذي ينشر البدع ويحييها ويروجها. هذا هداه الله ووفقه، وهذا خذله الله بسبب أنه أعرض عن الله، فأعرض الله عنه والعياذ بالله. أحب الشر فهيأه الله للشر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما قدر عليه أو لما خلق له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.